أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم برحلتنا الصباحية. بدنا نحكي عن موضوع هايدي بهم كل الصبايا والسيدات، قديش اليوم الصبية والسيدة وحتى الشباب عم نشوفهم بيهتموا برشاقتهم بنظامهم الغذائي. في كتير ناس بتتبع أنظمة غذائية للتنحيف، بس في كتير من الأنظمة لازم مو أي حدا يتبعها. يعني في صبية ممكن تتبع نظام غذائي لأنه رفيقتها اتبعته ونقص وزن كتير صار عندها، ممكن جارتها نصحتها فيه، حدا من العيلة. مو أي نظام غذائي اليوم بيمشي على أي شاب أو صبية. صحيح، إنه لليوم يعني الوزن المثالي صار هاجس لكتير من الصبايا، لكن لو نحن رح نحكي عن الكيتو دايت اللي هو نوع من الأنظمة الغذائية يلي بيتجهوا إليها السيدات، نحكي أكثر عن هذا الموضوع لنتعرف عن معلومات أكثر، إيجابيات وسلبيات. بيسعدنا أنه يكون معنا الكوتش سالار بيتار. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. يسعد صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن الكيتو دايت، صرنا نسمع عنه بالآونة الأخيرة بشكل كتير كبير، خلينا نعرف عنه شوي. في كتير من الناس بتنصح بهذا النظام، في كتير من الأخصائيين لا ما بيفضلوه، وبنعرف أنه أكثر الناس اللي يمكن اتبعت نظام الكيتو دايت خسرت وزن كتير، بس لما ترجع يمكن لنظامك الغذائي عم يعود هيدا الوزن. خلينا نعرفه أكثر، هل هو يصح لكل الناس ولا لا؟ هلا اول شيء هو الكيتو دايت اليوم كثير انشهر وكثير انعرف بفوائده وبانه نقص الوزن هو واحد من اشهر الانظمه الغذائيه اللي بتساعدنا على خساره الوزن. صحيح. هو بالمقام الاول بيعتمد على مصدرين بس، هو البروتين وهو الدهون الصحيه. هلا العالم رح تستغرب انه كيف نحن حندخل دهون صحيه وكيف حندخل بروتين ونحن ننحف. هلا البروتين هو بالمقام الاول نحن بيساعدنا على تخفيف الوزن كونه هو قليل السعرات الحراريه مصادر البروتينيه. وعندنا الدهون الصحيه، نحن عم نحكي دهون صحيه هي الجود فات، في عندنا نوعين منها الجود فات والباد فات. الجود فات اللي احنا بنحصلها من زيت الزيتون، من الافوكادو، من المكسرات، هي دهون صحيه بتساعدنا على انتاج الهرمونات، كمان اللي بيساعد على حرق الشحوم بالجسم ومنه بتحسسنا بالشبع ومصادرها غنيه بالفيتامينات. هلا بما انك ذكرت انه الكيتو دايت هو العامل الاول لانقاص الوزن، اذا بدنا نحكي عن العمر، شو العمر المناسب لحتى انه السيدات تتجه لهذا النوع من الانظمه؟ هلا عمره محدد ما في، يعني هو مثل ما حكينا يعني حندخل احنا اكل على جسمنا، احتياجات جسمنا. حتى لو كانوا صبايا بعمر المراهقه ولا لا؟ يعني هون عم نحكي عن يعني صبيه مثلا ممكن تكون لسه يعني 18 تحت 18 يعني. فهون ممكن ياثر ولا لا؟ ما في مشكله. هلا ما بياثر، بس ممكن ياثر على الحاله النفسيه للبنت، على المزاج. اي اما غير هيك لا ابدا ما في له اضرار، لانه نحن هون عم نامن احتياجات جسمنا. يعني احنا ما عم ننقص من احتياجات جسمنا. طيب شو هي الفئه يلي ما بيسمح لها انه تتبع هذا النظام من الاغذيه؟ هلا تماما المقام الاول الحوامل، فينا نقول لانه هي بحاجه فيتامينات اكثر، فهي ما فيها تتبعه. اللي بيعانوا من مرض الضغط، مرض السكر النوع اول، هي اللي بدها استشاره الدكتور بكون احسن. بس بتنصح فيه؟ يعني بتعتبره من اهم الانظمه الغذائيه؟ كثير بنشوف انظمه غذائيه اليوم دارجه، بس يمكن نسمع عن الكيتو دايت اكثر لانه اغلب المشاهير اليوم تبعوا نظام الكيتو دايت. بتنصح فيه بشكل دائم ولا لا؟ بنصح فيه مره او لا ممكن يكون نظام غذائي ولا ما له علاقه؟ بنصح فيه اكيد، بس اذا تبعناه بشكل صح. هلا نحن بدنا نتبعه لفتره طويله، يعني صحيح. انا ما فيني مثلا اتبعه اسبوع اسبوعين ووقفه. انا اقل شيء بدي اتبعه مثلا شهرين لان الاقي نتيجه عليه، لحتى انا جسمي يستفاد منه. هلا مثل ما حكينا انه اذا تبعناه بطريقه صح، هلا نحن بالمقام الاول قلنا هو البروتين والدهون الصحيه فقط لا غير. انا لا عندي فواكه، نشويات ما عندي كربوهيدرات اني ادخلها على جسمي مثل رزبة البطاطا، مثل المعكرونه، البقوليات ممنوعه بالكيتو دايت. اي شيء بيعلي مستوى الانسولين بالجسم، مستوى السكر الدم، فهو ممنوع بالكيتو دايت. الكيتو دايت البروتين ما بيعلي الانسولين عندك، بيحرق المخزون اللي عندك، بيحرق مخزون الدهون موجود. انا وقت اكل كربوهيدرات بنظام الاكل، انا الكربوهيدرات بستفاد منها بنظام الغذائي لحتى انا احولها لطاقه واعمل نشاطاتي. انا هون بالكيتو دايت انا باخذ طاقتي من الدهون المخزنه بجسمي، ما باخذها من الكارب اللي انا عم باكله، من الدهون المخزنه عندي موجوده بالجسم. طب خلينا نحكي، في كثير ناس بتتبع نظام الغذاء الكيتو دايت مرافق لنظام الصيام المتقطع، بتنصح فيه ولا لا؟ اكيد طبعا، انا هون باخذ الاستفاده فيني اقول الدبل وقت انا اتبعه. بس مثل ما حكينا هو بس هو تنظيم الاكل بالنهايه، يعني انا كمان وقت اتبع الكيتو دايت انا ما فيني كتر كميه الاكل. انا عندي من المصادر اللي فيني استفاد منها هو البيض مع الصفار، حتى بالكيتو دايت انه فينا نعتبر الصفار هو كمان دهون صحيه. صحيح. عندي اللحوم، عندي مثل ما حكينا يعني بيرافقهم هي الدهون الصحيه، الزبده، الافوكادو، زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت جوز الهند،
عندي الشوكولاتة الخالية من السكر كمان ايه كمان بتساعدنا، والألبان والأجبان حتى الأجبان بتساعد. ويفضل كاملة الدسم لأنه مثل ما حكينا عندي هون كمية أكل كتير قليلة، فأنا كمان بدي أعوض شوي، يعني ما بدي أفوت جسمي بحالة هدم على الآخر، لا أنا بدي أدخل شيء كمان إنه يساعدني يعطيني شوية طاقة حتى. طيب. وفيهم كربوهيدرات، يعني حتى هي الاكلات يعني في البروتين والدهون الصحيه هي بتحتوي كمان نسبه كربوهيدرات بس كثير بسيطه كثير بسيطه اجباري طيب. لازم ندخلها كمان الجسم ما يتعب. اليوم في سؤال بيراود كثير من الناس انه اتباع نظام غذائي او ريجيم هل هو بحاجه لجانب رياضه او ممكن نكتفي بس بالنظام الغذائي؟ هلا يفضل مع رياضه، بس في عالم ما بتقدر تعمل رياضه اليوم، يعني اغلب العالم اليوم وقتها محدود انه ما بيسمح وقتها انه هي تمارس رياضه، فينا نتبعه اكيد نتيجة بتكون أسرع مع رياضة أو بدون؟ مع رياضة أكيد أسرع، لأنه أنا كمان عندي هون حرق سعرات أكثر يعني أكثر من الأكل اللي أنا عم دخله على جسمي. طيب كوتش، لما نقول النظام الغذائي الكيتو دايت خلينا نحكي النتيجة اللي أنا لاقي نتيجة فعلية. قلت بداية حديثك في ناس مثلا ملولة، يعني بتروح لنظام غذائي بترجع لنظام غذائي لدايت معين، نتيجة فعليا لأخسر وزن قديش بدي؟ أول شهرين ثلاثة بلاقي نزول بالوزن بشكل كبير؟ هلا هي فكره الالتزام بالنهايه، يعني انا طول ما انا ملتزم في انا كل اسبوع رح الاقي نتيجه، بس هو يفضل لحديت الشهرين لثلاثه، يعني هي الماكسيمو تبعه لحتى انا ما افوت بالروتين عشان ما افوت جسمي خلال الروتين. صحيح، بس في ناس بتقول لك مثلا تبعت النظام الغذائي او الدايت الكيتو دايت مثلا خسرت وزن اول ثلاث شهور، في مرحله بتلاقي الوزن هيك بيوقف ما بينزل، هون شو بيكون؟ هون انا برجع على الصيام المتقطع. انا حتى طلع جسمي من الروتين مثل الكيتو اللي فوتته فيه. ممكن طبيعه جسم او في محل مرض او اي شيء. اي جسم بيفوت بروتين، يعني مو من شخص لشخص بتختلف، لا كل الاجسام هي بتفوت بنوع روتيني. بس انا مثل ما حكيت انه احنا من خلال شهرين مثلا خلص وقفت، بعد شهرين التجأت للصيام المتقطع، خلص الصيام المتقطع فتت لمثلا مرحله ثانيه انه انا خفف الكربوهيدرات اعمل شيء اسمه لو كارب، انه انا ادخل جسمي بيوم كارب معين، يوم اخف يوم اخف. يعني هي عده انظمه، انا كرمال بس ما اعود جسمي على روتينات معينه. طيب كوتش، باي نظام غذائي في سلبيات وايجابيات؟ اليوم الكيتو دايت شو هو سلبياته وايجابياته؟ هلا هذا الكيتو دايت حلاوته انه نحن ما عندنا كثير سلبيات فيه، بس اذا اتبع بشكل غلط هون رح تصير. طيب السلبيات فيه، السلبيات القليله، السلبيات وقت انا ادخل دهون صحيه اكثر من اللي انا المسموح لي فيها. يعني هون في يعني هون في بده يكون في عندنا حساب سعرات. انا اذا دخلت لجسمي دهون صحيه اكثر هون كمان جسمي حيعلى الكوليسترول فيه، رح يصير عندي هون مشاكل. وبنفس الوقت كمان اذا دخلت بروتين اكثر كمان هذا البروتين رح يتحول لكربوهيدرات، يعني رح يتحول لجلوكوز، اي رح يزيد عندي انا كمان نسبه السكر بالدم اعلى، يعني حتى الكثره منه عم تكون ضرر كمان. طبعا يمكن الاخطاء الشائعه هي بنظام الكيتو دايت هي النسبه او التناسب، يعني الكميات، الكميات بدها تكون كثير قليله، لانه انا عندي دهون الصحيه سعراتها اكثر من الكربوهيدرات واكثر من البروتين، عندي كل جرام دهون صحيه. يوميا قديش بحاجه ضمن نظام الكيتو دايت ولا حسب بيفرق من صبيه؟ بيختلف من وزن لوزن بصراحه، بس انا هون عندي بس ثلاث وجبات يفضل، وبين كل وجبه ووجبه عندي فيهم اربع ساعات، مثل ما حكينا الدهون الصحيه بدها وقت اكثر لتحترق بالجسم، اكثر من الكربوهيدرات اكثر من البروتين، هذا الشيء رح يعطيني شبع، وبنفس الوقت بدنا نكون حاسبين السعرات مثل ما حكينا. طيب اذا بدنا نحكي عن فوائد هذا النظام الصحي خصوصا مع الامراض المرتبطه بنسبه الانسولين، في فوائد لهذا الشيء مع الامراض هذول؟ في فوائد طبعا، لانه هون بينزل لي نسبه السكر بالدم، بينزل لي نسبه الضغط العالي بالدم، الكوليسترول العالي كمان بخففه، هي الايجابيات طبعا. اكيد بالختام، وبنفس الوقت هي نقص الوزن أكيد بشكل اساسي. اكيد بالختام بدنا نشكرك الكوتش سالار البيطار، شكرا على وجودك معنا، شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك كوتش.